السلام عليكم، واش راكم لاباس؟ غايه الحمد لله، نهاركم مبروك، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هاد لا فيديو بخير وصحه وعافيه يا رب العالمين. هنا كما شفتوا كينوض الصباح بعد ما اتقهويت وغسلت يعني الماعين اللي كانوا تاع القهوه، رحت نحيت لي سطور كامل تاع الدار تاع الصالون تاع الشومبرا، بغيت نغسلهم من داك كيما على بالكم، نحب نغسلهم طون زون طون باش ما يعني ما يتوسخوليش من داك لا كولير تاعهم كلير الكري مع هذاك البلون كاسي، كي شغل دي كولير كلير سورتو البلون كاسي لازم نغسلو، تما نسي نغسلو شاك سيمين ولا شاك دي جور. ولا هنا كيما شفتو حطيت القش تاعي في الماشينه، وبالنسبه للحاجه لي سكون بلون لا كولير تاعها كلير من الاحسن تتغسل بصابون مارسيليا ليكيد يخرجهم روعه. وهنا جيتكم بوصفه تاع كاطو سيك بذوق الشوكولا لعشاق الشوكولا، بزاف ساهل وبنين. هنا كيما شفتو عندي كاوكاو مرحي، عندي كيس ونصف خميره كيميائيه، وعندي حوالي 6 مغارف تاع سكر كبار تاع ماكله، وعندي 200 غرام تاع زبده، وعندي فاني، وعندي شوكولا، وعندي كاكاو يعني شوكولا كاكاو، وعندي سكر غلاس، وعندي 3 حبات بيض. لهنا نبداو في الوصفه تاعنا، تبعوا معايا، هذه وصفه بزاف بنينه وسهله، تشرب مع القهوه، تقدري ديريها يعني للسمانه، تحكم لك السمانه، ديري كونتيتي تحكم لك السمانه. وكما عودتكم دائما اللي يحب كونتيتي بزاف يضاعف المقادير. هنا كما راكو تشوفوا راني كسرت البيضه تاعي، هكذا راح نضيف عليه السكر، هذوك 6 مغارف تاع سكر، ونضيف عليه مغرف معمرة تاع فاني، ونضيف عليه 200 غرام تاع زبده، هذه 200 غرام. هنا تخلطي كامل، تخلطي البيضه تاعك مع الزبده هكذا، حاولي تدخلي المكونات مليح مع بعض. هنا راح نضيفو عليها مغرف كبيره ونص تاع كاكاو هكذا كما شفتو، ونضيف عليها الكاوكاو مرحي، ونخلطو كامل المكونات مليح مع بعض. تجي وصفة بنينة بزاف. نقولكم نشكر بزاف المشتركين جدد اللي دخلوا القناة، نقولهم مرحبا بكم، نقولهم نشكركم بزاف على الإيجام وعلى التعليقات، نقولكم جزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم. وهنا نبداو نضيفو في الفارينة بالتدريج، وتبداي تلمي في العجينة. هكذا نضيف كيس ونصف تاع خميرة كيميائية، ونبدا نلم في العجينه.
قولكم لي ما راهش مشترك في القناة يشترك فضلا وليس أمرا، وإلى عجبو المحتوى قولكم مرحبا بكم كاع. ما تبخلوش عليا خاوتي بالجيم، وخلوا لي تعليقات محفزة، أنا نفرح بزاف كي نلقى تعليق محفز، كي نلقى تعليق بوكو بليس التعليق الإيجابي نفرح بزاف. هذا هو القوام تاع العجينه بعد ما لميتها. ولهنا نجيبو السنيوه تاعي، كنت حطيت لها بابي كويسون، ونبدا نشكل في الحبيبات تاع الكاطو. هذه الطريقه هذه. هكذا نشكلوا الحبيبات تاعنا. وهنا بعد ما شكلنا الحبيبات كنت شعلت الفرن تاعي على 180 درجه يسخن، وحطيت فيه الحلوه تاعي، وجيت باش عندي براسي البوطاجي ونقي الماعين كامل اللي كنت خلطت بهم. وهنا نقول لكم تبعوا معايا للاخر. هنا بعد ما نقيت البوطاجي تاعي وكان طابت الحلوى تاعي، هنا جبت بول كيما شفتو، حطيت فيه سكر غلاس وضفت له الكاكاو وخلطتهم مليح مليح هكذا كيما شفتو، تعطيني هذا اللون. والكاطو وهو سخون ترمليه في الكاكاو والسكر غلاس. نقولكم وصفه بزاف بنينه، نتمنى انكم جربوها. وهذا هو الشكل النهائي تاع الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. وصفه بزاف بنينه واقتصاديه وسهله، وتقدر تحكم لك حتى اسبوع تخليها للقهوه. هنا شوفوا غادي نقطع معاكم حبه، شوفوا كيفاش تجي. تجي من الداخل كي شغل فارغه، كي شغل هشه، كي شغل تجي بزاف بنينه. هنا ما بقى لي غير نقولكم اتهلاو في رواحكم، الى فيديو جديد ان شاء الله. سلام.